وإيش رأيكم في الفتى النشيط عموري؟ ها كيف ضبطتش ولا ما ضبطتش يما؟ هذه أغراضك كلها جايبها من البقالة. وش ذا؟ ليش ما قلتولي؟ في أغراض كنت أبيها. حتى أنا في أغراض كنت أبيها. لا يا شيخ، وش تبيني أسوي؟ أخذ ميكروفون وأقعد أدور بالبيت وأقول من يبي بقالة؟ من يبي بقالة؟ راجع على البقالة، ماني براجع. مشكلتك أنت وياها. خلاص لا طلع بعدين يجيبها لكم. ماما صابون معاين خلص. البقالة فيك فيك، روح للبقالة ويرسلون طلباتهم على الجوال. اي بس توني جايبه. والله لا ولك جاي من القصيم، البقالة باخر الشارع. يلا روح لمها انزلع. سم سم. هلو، أبوك يا النكبة، شو أسوي الحين؟ خير إن شاء الله. غبي أعمى ما تشوف؟ آسف طال عمرك ما انتبهت. تصدم سيارات خلق الله وتقول ما انتبهت؟ وين أصرف هذي ها؟ وين أصرفها قل لي؟ أنا أصرفها، خليها علي، عسل على قلبي. مسموح ما جا منك. أسعدها من فرصة يوم صدمتني. أنا أسعد بس ما عندي تأمين. ما بي منك شيء، ما بي منك شيء. لو تروح سيارة تعالي. أكيد ما تبي شيء، يعني أدزها. دزها ويا جعلها دزة السلامة. دزها. طيب فضل. ترف السلام، الله يحفظك يا روحي. أغراض أغراض وآخرتها شبسات وحلاوة. مو بشغلك، أهم شي جبت المفرحات اللي أبغاها. لكن نسيت شي زي العادة. بس أقول أهدى أهدى، ترى الأخلاق سوح. الله يعافيك يا عامر، تعبناك معنا. شكراً يا عامر. وشو عليه شكراً وتعبناك وتعبناك؟ هذه لا شغل ولا مشغلة، والبقالة هذه هي براس الشارع. وراك علي يبا، أنا وش سويت؟ قطاوة أنتم. هد يبا هد. يا عموري يا عموري. أم عاد عموري، آخر مرة قلتها لي بثاني ابتدائي، لكن أنت صاحب اللقب، لك فضل علي. كل لك يا عموري. عوعو حبيبي، ودك أسوي لك الجريش اللي تحبه. عموري يجي يما، بس عوعو ما تجي أبد. شبعت شبعت أحاسيس ومشاعر وتريش حق سنة قدام. راهم يا عمرو.
كلهم هذا سفاح بلا رحمة لكنهم بلو ما يطاوعوني. طيب عزوز انت ليه تركتهم؟ حبيبي اتركهم واترك ابوهم كمان. حبيبي الصاحب اللي يوديك على المشاكل هذا عدو عمره ما راح يكون صاحب. بعدين راح يجري ورا حلم عامر. خلينا نشوف نهايته من نهاية احلامه. مادي هلا، شو بغيتوا؟ البيت الإيجار؟ لا حبيبي مو للإيجار. يا ابن الحلال تكفى فزعلنا، صار لنا 5 ساعات ندورنا على بيت. يا ابوي يقولوا عندك بيت ثاني فاضي، خلاص أجرنا إياه وترى بخشم الريال. تبي الصدق أنا ما بيجار زهجني، موقفي ملبقي مدري وش، خصوصا ذا المهبة اللي يدورون السفاح. بس عامر حلم إنه يقبض عليه. وعامر قوم راح لايمه تحقق. أنا عامر وما حد بيجيب السفاح إلا أنا، وعندنا خطة. أيوه وش ليه إذا مسكتوه؟ بنعطيك 5%. وش قلت؟ الجريمة الأولى كانت هنا، والجريمة الثانية هنا، والجريمة الثالثة هنا. يعني السفاح يدور حول المثلث ذا ما يتعداه. شفت الخبر العزور قاعد يفضحنا بالتيك توك؟ وشو؟ أنا أقول نهون نرجع لاستراحة هزين. وأنا أقول إذا هونتوا بتدفعون إيجار الشقة كامل. يا أبوي ريح أنت وياه، ما إحنا بطالعين من هنا لين ما ناخذ 5 مليون، تفهم ولا ما تفهم؟ المهم يا إخوان هذا كفته كل شوية يطلب قسط قسط يا أخي، تعبني يا أخي، خلينا نقبل ونشوف إيش عنده. قفل البت اللي عندك يا أهبل. أيوه هاي كفته. حصلت السفاح يا سبايدر مان. بزر أنت بزر. بلا مبزرة، خلاص طف البث، الحين السفاح يشوف البث يدري احنا قاعدين ندوره. يلا بلاك بوت. يا عيال لازم نأمن وضعنا، الوضع مرة يخوف. عطم اسمه. هذا راح ارجع يا ستيمة، لا توهجنا مع الناس. انا سمعت صوت جارنا الله يرحمه وطلعت بسرعه وشفت السفاح، لمحته مع الجنب وكل شيء عندي، قلت للشرطه. حنا عندنا حلم ونبغى نحققه. نبغاك تقول لنا كل المعلومات، واذا وصلنا له لك 1%. اسمع انا بجيب لك رسام وبيك توصف له وهو يرسم. كل هذا 1%؟ خلاص أبعطيك 3%. وش قلت؟ تم مشينا يا عيال. تعال أنا قد شفتكم هنا بالحارة، وش عندك؟ مشينا. يا أخوان هذا سفاح يقتل بلا رحمة، هدفه شغل الشاغل إنه يقتل الناس في المتعة. 3 أنفار قاتلهم ولسه قابل للزيادة، قلبه ميت. تخيلوا يا أخوان يقتل الناس للتسلية فور فن. وعامر هذا مصدق نفسه بيجري وراء يبغى يجيبه ولا دوبه؟ والله دوبه أنت، وش عندهم ذولا؟ عموري أنت بتحرجني مع أبناء العمومة، أعرفك عليهم. زكي كنبة، سمير دقر لي، محمد صف الدقيق، أم عاد ذا صف الدقيق. إيوه صفوا الزبدة. أنت للحين تعرف ترسم؟ سؤالك دا أحسه ملغوم، ليش تسأل؟ يا ابن حلال لا تشدها، أبيك تروح معي منفوحة، في واحد بيوصف لك السفاح وبيك ترسمه. توكل توكل على الله بس، بطلنا الأمور دي إحنا. شف إذا رحت معي ورسمته أبعطيك 1,000,000 ريال. أرسم وأرسم أبوه. أنت من أنت؟ أنت؟ أنا زكي كانبه. أقعد 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 الله يصلحك، أنا أكلم خويي. كيك أم كنكا، كيك أم كنكا، بدون مشاكل يا أخي. أسمع يا عموري، أنا بموافق بس بشرط، بدل 1,000,000 تصير 2,000,000، لأني راح أضحي بنفسي وراح أستخدم موهبتي في الرسم. إيه سلامات،
تبي تزرفني انت بتزرفني؟ تستهبل انت؟ شو لوحة فان جوخ وكم تنباع؟ اقول هد هد يا ايتو ها؟ لا تشدها، هذيك لوحات فان جوخ. مو مشكلة. ابعطيك يا عزوز مليونين، بس تدزها معي الحين. ويلكم جيرلز، وات ذا سليبر توداي؟ انت ورا ما تسكت الله يصلح قلبك. قصده وات ذا بيست سيلر عندكم؟ اي نفسه وات ذا سليبر. عندنا مشروب جديد لسه نازل، اسمه جارليك كوفي. جارليك كوفي؟ واو وشو ذا جارليك كوفي؟ هذه قهوة بالثوم. قهوة خاصة فينا، يعني فكرة مبتكرة وجديدة. ما شاء الله، جميل، فكرة حلوة. بس إيش رأيكم لو تحطون مع شوية بصل، شوية طماط، يعني وتكشنونها شوي كذا بعد؟ إيش الخنبق اللي حنا فيها يا أختي؟ تو جارليك كوفي. شفت؟ ترى كل الناس يطلبونه. أبا ستة جارليك كوفي. سبعة بدون كشنو. تانكيو. الحين يا عيال وصلنا للمرحلة الأخيرة، رحلة البحث عن طاولة فاضية. ابلش. أقول يا حلالا يا مهيلة بس، ولا أنا وش لي بشق هذا كله؟ أسمعوا، نتوزع في كل المكان، وأي واحد يحصل أي طاولة يحجزها. بنتو انتشروا منك، أنت تعال معايا. ما شاء الله تشجع النصر. كويس استمر، ما تغير. مطولين انتم؟ اي مطولين. طيب ورا ما تغيرين الكاس حقك كله روج؟ مو بشغلك. وانت شو وضعك؟ مطول اكثر منه. اي منيح، خلك هون. لو سمحت الطاولة هذه حقتي. ايش يثبت لي انه الطاولة هذه لك؟ ما تشوف مفتاح السيارة حقتي هنا؟ طيب ليه ما اخذته معاك؟ يقلع ذا الاشكال. يعني انا ما ادري الروقان هذا اللي فيك منين جاي؟ مركز قاعد تقرأ كتاب وسط هالزحمة؟ عالم تسولف مبسوطة أغاني؟ لو سمحت لا تقاطعني يا ابن الحلال، تراك حاجز طاولة تاخذ 5 أشخاص. وبعدين يا أخي إذا فاضي خذ لك شاي حليب وقرأ كتابكم هذا في البيت. سأقرأ الفصل الثالث وحينما أنتهي سأنصرف، وبعدها يمكنك الجلوس. أغرب عن وجهي. أغرب ولا أشرق؟ أنت ليش محسسني أني أنا أكلم كول سنتر؟ وبعدين بصراحة صراحة صراحة ما شاء الله لا إله إلا الله، ملامحك مستفزة. شو اللي قاعد تكلم حمار أنت؟ نعم، في شيء؟ سلامتك يا أبوي، ما في شيء. خير؟ شكم طالعون كذا؟ العين بحر ولا قومة، ما راح نقوم لو تسنترون في ذا للفجر. ما ورانا شيء يا أبوي، معاك للآخر. والآن انتهيت من الفصل الثالث، يمكنك الجلوس. في أمان الله. يا شباب ما بغينا نلقى طاولة يا عيال، لو ندور حجز رحلة الرياض جدة في ويك إند إنه أسهل من تلقى حجز هنا. وح الله يديم النعمة، وش ذا؟ ولا حق المدح اللي متحولنا. يعطيكم العافية، 5 دقايق ونقفل. الله جابت مشروبكم شين ولا جاز لنا، بالعكس مشروبهم حلو. معليش يعني هذا المخلوق ترى مو مقياس على فكرة، ترى يأكل كل شيء حتى القراطيس.
تمام، إذا عندكم أي اقتراحات حطوها في صندوق الشكاوي. تعالي تعالي تعالي، سلامات بتخمين أنتي. عندي نفس فكرة أحسن. وش رأيك نترك ملاحظاتها في تقييمات جوجل ماب؟ آه، وش رأيس؟ إيه؟ لا، إيش دعوة يعني ليش جوجل ماب؟ ليش الأفورة هذه؟ بالعكس أنتوا زبايننا المكان مكانكم. اعتبروا الفاتورة هذه على حسابنا. اعتبري نفس مستورة. لا يا ابن الحلال، ما يمديني أسافر معكم وخلي أبوي الحالة. ما ينفع أحطه عند الناس وسافر. إيش تبغى الناس يقولون عني؟ سافر وخلى أبوه. لا عاد تخيلوا جماعتي يدرون. والله إني يصلخوني من وراء ظهري صلخ. نكمل حساب. أنا. ايش فيك يا عم؟ الله يهديك، بس داخل قدام السيارة تبغى تصدمك. ايش دخلك انت؟ ايش دخلك؟ يبا الله يهديك، بسم الله عليك الرحمن الرحيم. فيك شيء؟ شو منزلك من السيارة الله يهديك؟ من منزل من السيارة؟ لا لا الله، ثم انا كان ابوك راع ملح. بيض الله وجهك وما قصرت، معليش يا خيي، الوالد كبير سن وعنده زهايمر احيانا يطلع لحاله، الله يجزاك خير. لا انا اول ما شفت ابوك طبعا ذكرني في ابوي نسخة منه يا ابن الحلال. الله يجزاك خير، ما قصرت. يا تقبلها هديه بس. خلها يا ابن الحلال. طيب خلاص خلاص، سجل رقمي عندك، ابيك بحتاجك ضروري. طيب طيب، يلا يا يبا يلا. معاك على فكره تركي، خدمات عامه، تعقيب، اللي تبي، حاضرين الطيبين. حياك الله، يلا يا يبا يلا خلاص، حبحبه، يلا يا يبا، الله يهديك يا يبا. اي صح، لو سمحت اعطي رقمك. بس 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 يا يبا، بس بس بس، عفست نفسك وعفستنا معك، انك طفل من الاطفال اللي لازم ناكلهم ونشربهم. وقف يا يبا، وقف يا يبا، وقف يا يبا، خلاص ارجع ورا، ارجع ورا، ارجع ورا، لا حول ولا قوه. يا جوسي، جوسي كم هير. يس بابا. شيل شيل بابا، نظف ونظف مكان، يلا اوكي سرعه. لا قوه لا حول ولا قوه، شيلها بسرعه، يلا يلا. كوكلي 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 كوكلي، امداك تنسى، تاكل وتنسى. شيل شيل بابا، شيل بابا، يلا يبا روح روح روح. لا حول أشيل، لا حول ولا قوة. نال الأمر عشو النف، مو في عزيمة ولا عندنا ضيوف. سديت نفسي ويوم طلعت من البقالة يا عيال، إلا وذاك الشايب اللي يقطع الشارع. فجأة كذا سبحان الله سيارة تمشي ألف، وأنا اللي أذب أغراضي ونطنطة ثلاثية يا عيال. وقبل ما توصل السيارة بشعرة واحدة إلا أنا وز أنقذ الرجال. والله يا جاني تصفيق يا عيال وتصفيق، والناس تركي تركي. إيش اسم الفيلم؟ تركي فاست. أي جزء؟ يا عيال يرحم أمك يا تركي، تكفى لا تكمل وتحرق علينا الفيلم. الحين بحجزه ونشوفه أنا والعيال. شيخ متوياها تقدر لنا شغل ما بزغم عني بي يا أخي، احترمونا شوي. ياسر احجز لي معكم يرحم والديك. انت بعدين معك، وين الكرك اللي قلت لك عليه؟ يا يبا هذا هو الكرك قدامك. ايه ايه صح صح، ادري ادري انه كرك، تعلمني بعد انت. بالعافيه بالعافيه يا يبا، صبر جميل والله المستعان. طيب بعد اذنك يا يبا، ممكن تعطيني الريموت بس؟ اشتغل عند ابوك انا ريموت بعد؟ وين قاعد انت؟ ريموت لا خلني اخسر المعين بعد. هلا والله سامي. هلا والله. ها بشر، عساك تلحقنا للمطار؟ لا والله اتوقع ما يمدينا الحقكم، ها الشايب ذا ناشف في حلقي. روح الله يونسكم بالعافيه. والله عاد ود انك معنا، والله بتفوتك فله وناسه هناك. انا ودي يا ابن الحلال اروح، بس ما اتوقع يمديني. او لا لا لا، عطني شوي واكلمك. يلا عاد شوف وضعك والحقنا، عاد انا استاذنك بطلع المطار ذا الحين. يلا في امان الله. وين الكرك اللي قلت لك عليه؟ هلا اهلين. معاك معاك الاستاذ تركي، اهلا. من معي؟ منصور. مين منصور؟ هلا 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 منصور، كيف الحال؟
شو الاخبار؟ طمني عن الوالد ان شاء الله طيب. يا مال يسلمك وشكوك على الاتصال. لا 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 الحق لك الحق لك يا منصور، انت المفروض اللي تشرفنا على العشاء عندنا في الاستراحه. لا يمكن لا يمكن، انسى انسى انسى. شوف 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 شوف، حنا طالبين مطبق موز على كيفك يحب قلبك. لا يا ابن الحلال، انا اللي ابيك تجي تشرفني في البيت، عازمك على الغداء، ابغاك بموضوع ضروري جدا. طيب عادي اجيب اخوياي معي؟ عادي، حياك الله انت من يعز عليك. هلا والله، سلام يردف مليون سلام، احلى عمه بالدنيا. سلامات يا وحش. امش قدامي شغل سيارتك، عندي موعد اسنان. اي بس انا توني جاي ومريض وتعبان. وإذا تعبان ومريض يعني وش اسوي لك؟ امش وديني يلا، من غيرك وديني. اركض في دنيتك. سك الباب. افا الموتر ما في بنزين، روح للمحطه وعب بنزين. اي صح صح، البوك البوك نسيته بالاستراحه. محفظتك نسيها بالاستراحه؟ عب الجوال. افا الجوال طافي شحن، والشاحن ناسيه بالاستراحه. عامر لا تقعد تسوي لي ذي الحركات، ترى ماني معطيتك ولا ريال. روح للاستراحه جيب بوكك وشاحنك. مشينا. يا الزحمة، سلامات. مي البثرة واقفة عند استراحتنا، أبجيس. هالمرة أبصلح الاستراحة بلاش، لكن ثاني مرة بالفاتورة. الحين وش فيها المتخلف مقفل علي؟ ضاقت؟ والله ما المتخلف إلا أنت، لا تغلطين على عامر. معلش آسفة خالتي أم عامر، بس هو مقفل علي. ماني بخالتي لحد ولا لأم لحد يسرقه. مقفلين علي وتغلطين بعد؟ وش قلة الحياة ذي؟ أنا قليلة الحياة اللي ما تسحين على وجهك؟ علميني أنت إيش جابس عند رجاجيل في الاستراحة؟ وش قصدك يا الجركل؟ أنا جركل؟ عيب يا مي عيب، هذه بحسبة أمك. بحسبة أمان يا شايب يا العايب، ترى أنا كبر بناتك. هدي هدي يا بعد حي. سلامات سلامات، وش فيكم؟ وراك تأخرت علي، خليتني أتناشب مع حد زارين ذولي. أمش مشينا، يلا أمش أمش. هدي هدي يا عم هدي، خلهم ينقلعون. هدي لا تفضحين. ارتبي ارتبي ارتبي. أنا وريت السيارة ما تشتغل، شكلها ما فيها بنزين. أوف وبعدين يعني؟ يلا خلصونا ورا ما تنطمين يا سلقه، لا اجي انزل الحين معطس معشوشة. خلاص يا عمه خلاص، انا بتصرف. ابو عبيد هلا. لا انت تعقدف معي. يلا ورا ما تجين تدفين معهم يا سلقه انت صيقاتك. ابروح اجيب لكم بنزين واجي، وانا بقعد احتريكم انتوا بنزينكم. وقفوني تاكسي خلوني امشي، المحطه قريبه يا عمه. ارسبوا معي ننزل عمتك مشواره ونرجع نعبي بنزين. وش ذي الريحة؟ ريحة غنم. أكيد سيارة غنم، وش تبين ريحتها؟ ينسون مثلاً؟ الله أكبر، ايش معرفكم أنتم من ريح الحلال؟ هذا رزق من الله. الحين الريحة الخايسة تلزق في عبايتي، وع وع. وانت صادقة يا عمه، حتى أنا تلزق بثوبي. أنا ما أدري وش شايفة نفسك عليه أنت، احمدي ربك إني فاز لك. أنت فاز لنا ترى بخشم الريال. يلا انزل تجارك لك يلا. وش قصدك بجركل؟ انزل هنا وافقع وجهك الحين. لا 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 لا، ما لها داعي يا عمه. وانت تحط راسك براس حرمه. مشينا مشينا بس. ايش خلاه خليه ينقلع؟ يلا يلا. اقول لا تهايط. خليه ينقلع بس، خليه ينقلع. تراك كبير سن. يلا 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 يلا. يلا روح توكل على الله. حسبي الله عليك، الله لا يوفق، جعلك تنقلب سبع قلبات. لا لا تدعين علي يا عمه. خله. امشي امشي. الناس راضوا. حسبي الله عليه.
عبيد يدق، وش عنده؟ رد عليه شوف وش عنده. النشبة ذا يبيك. الو، هلا ابو عبيد. هلا عامر، شلونك وين عمك؟ ام عاد عمي، وش تبي انت؟ والله يا عامر يا بعد حي، انا ادري والله اني مخطين عليكم وحسرت بكبدي من نزلت لكم اليوم والله. وش عندك داق يا قليل المروه؟ ما تسحي على وجهك عقب اللي سويته؟ اذكر والله، اذكر والله يا الربع، والله اني نادم يوم نزلتكم اليوم. اصلا ما عليك شرها، لو انك كفو كان طلبتك بحق عند الرجاجيل. يا بعد حي يا عامر، لا تزيد علي بالحكي، والله اني ادري اني مخطي، لكن ابشر بلحق وما يلحق، ذبيحه حق لك ولعمتك. ها؟ خلاص اوكي اوكي، لا تنسى الكبده والكلاوي. والراس والراس والراس، جيب الراس معك بعد. الراس والترعان يجنك بشلوطاي. دحين انت مسكت السفاح؟ قام يا واجب على هالمش فاضي. ليه يعني؟ ما انا بكفو. مين انت بكفو؟ اقول المرة الجاية تغطسين ونام احسن لك. يا ورع انتو يا، انا احلامي بطولات وانتم حققوا احلامكم بالكود والبلايستيشن، وحلمي ذا ابا حققه. يا ابو ذا سفاح ما يلعب. عامر عامر انا معك. صاحي انت الثاني. يمكن يطلع كلامه صحيح، لا تضيع علينا الملاعين. كفو يا كفتة، خلهم هم يلعبون بلايستيشن وحنا نلعب بالملايين. يا حرام، بزوره في سن الزهور راح يروحوا ضحيه للسفاح عشان الفلوس. الخبر يقول مكافأة 5 ملايين ريال لمن يدلي عن معلومات تؤدي للقبض على السفاح. أقول لك حنا بنطرح السفاح براسة، تقول تدري بمعلومات؟ يا بوي أنا شايف كل شيء بالحلم. شوف شو يقول السبع. يا سبك، مو بكل شيء تشوفه بالحلم يتحقق. يا بوي خليه، ما ورانا شيء. يقول لك أمشي ورا الكذاب إلى باب بيته. أمشي ورا الكذاب، أنقلها زين بعدين تعال تكلم. شكلكم ما عرفتوا عامر زين. اخوي نبي شقه نحصل في العماره عندك. والله ما في شقه اخوي، في شقه سكن في العماره. يا اخوي حنا ندور لنا على غرفه شقه فيلا، عندك شيء هنا بالبيت؟ ما في. اخوي احصل عندك سكن شقه غرفه اي شيء. رحنا منه ومنه ما لقينا شيء. قلت لهم هذا سفاح بلا رحمه، لكنهم بلو ما يطاوعوني. طيب عزوز انت ليه تركتهم؟ حبيبي اتركهم واترك ابوهم كمان. حبيبي الصاحب اللي يوديك على المشاكل هذا عدو، عمره ما راح يكون صاحب. وبعدين رايحين يجري وراه حلم عامر. خلينا نشوف نهايته من نهاية احلامه. مادي هلا، شو بغيتم؟ البيت الإيجار؟ لا حبيبي مو للإيجار. يا ابن الحلال تكفى فزعلنا، صار لنا 5 ساعات ندورنا على بيت. يا ابوي يقولوا عندك بيت ثاني فاضي، خلاص أجرنا إياه وترى بخشم الريال. تبي الصدق؟ أنا ما بيجار زهجني، موقفي ملبقي مدري وش، خصوصا ذا المهبة اللي يدورون السفاح. بس عامر حلم إنه يقبض عليه. وعامر قبل أحلامه تحقق. أنا عامر وما حد بيجيب السفاح إلا أنا، وعندنا خطة. أيوه وش ليه إذا مسكته؟ بنعطيك 5%. وش قلت؟ الجريمة الأولى كانت هنا، والجريمة الثانية هنا، والجريمة الثالثة هنا. يعني السفاح يدور حول المثلث ذا ما يتعداه. شفت الخبل عزوز قاعد يفضحنا بالتكتور؟ وشو؟ عامر
أنا أقول نهون نرجع الاستراحة هزين. وأنا أقول إذا هونتوا بتدفعون إيجار الشقة كامل. يا أبوي ريح أنت وياه، ما إحنا بطالعين من هنا لين ما ناخذ الخمسة مليون، تفهم ولا ما تفهم؟ المهم يا إخوان هذا كفته كل شوية يطلب قسط قسط يا أخي، تعبني يا أخي، خلينا نقبل ونشوف إيش عنده. قفل البت اللي عندك يا أهبل. أيوه هاي كفتة. حصلته السفاح يا سبايدر مان. بزر أنت بزر. بلا مبزرة، خلاص طف البث، الحين السفاح يشوف البث يدري احنا قاعدين ندوره. يلا بلاك بوت. يا عيال لازم نأمن وضعنا، الوضع مرة يخوف. هذا راح ارجح يا ستيمة، لا توهجنا مع الناس. صباح الخير، وين الفطور؟ قصدك مساء الخير، باقي شوي ونتغدى وانت تسأل عن الفطور؟ وش تعلميني بهالثور؟ يسهر بالليل وين بالنهار؟ معليش كنت بصحى الصبح ولعلها هجت معي وتوني صاحي. انت يا بزر قومي صبي القهوة. ليش ما عندك يدين تصب لنفسك؟ هي سادزة وانا ما اصب لنفسك. انا ماشي مع مبدأ الصغير يخدم الكبير. ليه؟ محرول ولا فيك شيء؟ أيوة شكله محتاج رش رشتين ضبط الأمور. طيب من اللي طق الباب؟ معاه درنب كفتة. أتحداك الأرنب البطل. العطر اللي أعطيتني خلاص، وزوجتي طردتني من البيت. مهبول أنت، معطيك كمية تكفيك أسبوع، خلصت بيوم لا يكون شربت يا الهطف. لا رشيته كله في ليلة العرس، كنت أبغاها تموت فيني بسرعة وتعشقني. تعرفني عامر أنا رومانسي، بس منسي. أم عاد منسي. أوكي خلاص دزها لبيتكم وأنا باخذه وأجيك أعطيك رش رشتين. يلا رح رح يا أرنب. يلا لا يصدونك. أمش يلا. الحمد لله والشكر لله، الله لا يبلانا. يبا سن في عطر ضايع اللي ما شفته. لا ما شفت شيء. وش السالفة؟ وش حملة التنظيف ذي اللي طرت على بالكم فجأة؟ بعدين الزبدة في علبة عطر لونها أسود ما شفتيها؟ لا ما شفتها. بعدين أرجوك لا تعطلني عن شغلي. وش السالفة؟ جوال قرقرقر. ابشري ابشري ولا يكون خاطرك الا طيب. ها سليمان يخلص نذف هذا، روحي مطبخ وقص الموين. ما في بلاي ستيشن. ابشري عمتي ميري. وين عمر؟ اروح اناديه؟ لا 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 تعالي بس بعدين انا اشوف وين هذا ولد مجنون. النشبة ذا يبيك. هلا وش بغيت؟ عامر الحق علي يا عامر، الربع تول اللي عطيتني خلصت والمدام رجعت تقلب علي. تكفى تكفى فزعل يا عامر تكفى. يا ابوي تنساه، الشغالة اخذت العطر، تفهم ولا ما تفهم؟ اسمع يا عامر، ابعطيك 50,000 ريال على ربع تولة، بس تكفى تكفى دبرها لي وتصرف تكفى. تندف كويس يا ابو عامر. مية مية الحمد لله. كنت أنا أصابي تامرين شيء ثاني يا طويلة العمر.
السلام عليكم. وعليكم السلام. عجيب والله. وش انت لابس يا مهبول؟ لا ابد، بس فيني حساسيه ورحت للدكتور واعطاني ذا القناع. ميري ابيس شوي. ميري انا معلوم انت شيل عطر، اعطيني اياه بالهداوه عشان ما افلم بس. اوكي انا شيل عطر انت عشان بابا حاتبت على والله لو تتسبحين بالعطر ما تشمين من ابوي ولا ريال، اعرفه ما ينفع معه لا عطر ولا اسلوب. اذا ما انت مصدقتني جرب يطلبي منه 5000. اها ابو عامر سمي يا خلفهم. أنا أبغى 5000 ريال. والله لو تبين هذا لازيات على تمشي وتحصلين. ما قلت لس؟ أعرف أبوي زين، كل شيء ينزل فيه إلا الفلوس، لو بغيبوبة يصحى. الزبدة أنت كم يبيلس وتخلصين بيتس؟ 20000 ريال وتكت عشان أنا أسوي سفر، بعدين أنا أعطيك قطر. أبشري بعزز، لس 20000 وتذكرة فوقها. وهذه 20000 ريال والتذكرة دزيت لك بالوات. أقول عسى ما حد ينسانا من 4 ملايين. ملايين لأن وجيهنا وجيه خير عليه. عليه ومن حضر القسمة يا شباب فليقتسموا. يقتسموا صحي لسانك. مرحبا أبو، حي الله الشيخ عامر. تفضل طول الله عمرك يا ابوي. افتح لك مطعم بخاري مانتو فرموزه كبيبه زي اللهب. وش مانتوها انت الا ناخذنا قطعه ارض بذا ونزرع نخل وما صنع تغليف. ما عليك منه يا عامر، اسمع كلامي، افتح لك لاونج في التخصصي وجيب لك احلى فنانين. يا عيال في مباراه اليوم؟ لا يا ابوي. اجل من ذولي؟ هلا والله عالحداد يا كبير انت. سلامات سلامات. المبروك باتريوت فوز المركز الاول وربع بنطامي فرحانين بالفوز. مبروك مبروك تستاهلون. مبروك 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 تستاهلون. يا عيال جو التحديات عندهم البطل، انا قررت ادخل معهم واخذ لي واحد مفروض. بس يا عامر حنا يبيلنا واحد يفهم ذا الأمور، تراها يا شباب يعني بحريم هي الدجاج. أفع عليك، وين راح كفته بالكفاتي؟ يا حبيبي كفته هو راعي نظر. اسألها وأنا بالمكفت. أتحداك يا ابن مكفت. حاشي اما عاد حاشي. يا كفته عطنا العلم، هي تصلح ولا ما تصلح؟ اقول يا كفته افحصها زين لا تنكبنا، تراها فلوس. كم وزنه؟ وانت بتوديه للمقصب اولها بعد يا الفقار وقويصر بالكاتب. هب كنتوا جايين تشترون ولا تستابلون؟ إذا ما معكم 700000 ريال ولا الخلاء. سلامات يا أبوي، والله لو أنها جايب لك زز. هبك ما تدرون وين بالفيه، هذا القعود على بارود بن صاهود بن جلمود. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مبين عليه ولد أصول أدب رزة وبراطم. يا ناس عليه يا أستاذ. ولد بارود هذا إيش اسمه؟ ما بعد سميته، واللي بيشتريه يسميه مجلعت، وانا اللي بشتريه علشان تعرف انه ما انطقطق. هذا اكيد احد مرسله من نفسينا. ما قلت والله يا ابو قبلان، هذا واحد يدربي راسه ولا يدري وين ربه حاطه. هذا شكله من الحذران اللي ابوه يعطيه دراهمات وقال روح تمشي في الصياد. هب يا الحذري ما لقى يتمشى اللي عندي هنيه، لكن هين تمشيته هذه بتخليني يمشي كذمه واسمع على علبه. اوريك يا ابو الاغابيب. يا عيال ذا وراه تأخر، الشمس بتغيب، نبي نروح نريح.
ابشركم يا عيال، نقلت الملكيه. الحين يا عامر انت شاري الدينا ولا القعود؟ لا شاري القعود، بس ترى الاجراءات ما بسهله، في شريحه بيانات تنقل المعلومات كلها حقت المالك الاول وتجي لي. يا الربع لقيت لكم اهل القعود، شباب طيبين ودقاق ورقاق وحلا. من معي؟ انا عامر. من وين؟ من حي السليم. ونعم. وين؟ شوكوش جده حي الهندويه. كفته راعي نظر من الجراديه. ياسر من الشفا. تركي من ام الحمام. صالح من القصيم. خذيت المفروض وسميته مجلعد وبتحدى فيه بالمفاريد، ويا بعزها ولا بعزاها؟ لورا في عزاها، في عزاها ان شاء الله. كوفو يا راعي مجلعد، ترى المنافسه حاميه واشوفك واثقه من نفسك. اي بالله واثق، واثق ومن تفخ راسه، لكن الراس هذا والله ما ينسب غيري انا. الثقه بالله اولا، ولكن فعولنا في الميدان، واللي في راسه شيء يجي للميدان. تحسي وتعقب؟ ان شاء الله هني لفرك حشمه. يا ابو قمران يا اخوي ربعتني، الله يربعك. وش علمك؟ هل معذر هل معذر؟ يقولون عنده واحد انه راعي نظر، هو اللي اختار له القعود. راعي نظر؟ هلا هلا الله يملينا. شفته هذا واخوياه اللي معه، ولا يزولهم ما هو زوله، ناس يبين يجيبون واحد انه راعي نظر، لكن نكمحهم راعي نظر. وش اسمه؟ اسمه كفته يا ابو قبلان. جعل والله يكفي تهشر، خل كفته. عال عال كفته، تعيد تعيد، هذا في اسلام عري تعيد. وكذا هو هذا طاوي الجوع، هذا يدور العيشه. ما هو زول واحد طال عمرك يدور بر ومزاين، لكن هين هين يا ريجيل. الوعد الوعد، الميدان الميدان يا حميدان. وصلني معك. وين؟ قدام شوي. انت وش جابس خلخله هنا يا خاله؟ ما تسمع صوت الذيابه؟ معاد معاد بعد ذيابه. ظهرنا مرحب خلاص، وقف وقف قدام هنا هناك هناك وقف. أبشر أبشر أوقف هنا خلاص. إيه طيب. إيه هنا هذي فينا، وقف وقف خلاص وقف. طيب طيب الحين وقف. شكرا أنقذت حياتي. العفو، ما سوينا شيء، خلاص أمشي. دقيقة لازم أكافئك. ما يحتاج ما يحتاج، أنا بستر. خذ ازرع هذه، راح تنبت لك أحلى نبوت سيف ما قد ذقته بحياتك. فاضي أنا. وش قلت؟ لا 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 لا، أنا أصلا أموت في نبوت سيف، أحب حتى أبوي. أبوي كل يوم يأكل 10-15 تمرة. خلاص أخذها من البيت. شكرا، ما قصرت والله يا خالد. خطة. تبيها تنبت ذهب؟ يا عامر غير صوت الغاز، سمي بو. هذه دبة الغاز اللي رجعتوني من آخر الدنيا علشان. عسى ما خربنا عليك الكشتة بس. لا 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 عادي، تمر ونمر. وش ذي الريح؟ مو عاد ريحة، يمكن الغاز في تنسيم. لا ما هي ريحة غاز، هذه تشبه ريحة الذهب. ذهب؟ نخلة. you
قلت لكم بلاش من الحكاوي دي في البر، ما سمعتوا كلامي. ها ارتحتوا؟ شوفوا خويكم اتجنن وتهيأ له انه قابل جنيه. لا زدك من الشعر بيت، قال لك ايه ادته نخله تطلع ذهب. تخيلوا نخله تطلع ذهب. ما عندك نخله تطلع فلوس. عامر سالفتك ذي ما اقولها الواحد في التمهيد يا شيخ. على اساس كلامكم ذا بياثر علي اقول دزه بس انت وياه، لعلكم ما صدقتوا. يا عامر يا اخي معقوله؟ معقوله فيه انخلب هالدنيا تطلع ذهب؟ طايح بفلام كرتون انت؟ قايل لك انا اوصلك ما طعتن. كلها سنه او سنتين والنخله دي تطلع ذهب. ويسقدون عيار 24. لا يا عيالي على شرط شرط يكون الذهب منحي. يبا سم، قد سمعت عن نخلة تطلع ذهب؟ عن خله ما تطلع إلا ذهب، وهذا هو. لا لا أنت فهمتني غلط، ما أقصد تمر، أقصد ذهب. ذهب كان في يوم من الأيام التمر هذا أغلى من الذهب. هاي سفاح هذا راعي الجح يا ستيمة، لا توهجنا مع الناس. أنا سمعت صوت جارنا الله يرحمه وطلعت بسرعة وشفت السفاح، لمحته مع الجنب وكل شيء عندي، قلت للشرطة حنا عندنا حلم ونبغى نحققه. نبغاك تقول لنا كل المعلومات، وإذا وصلنا له لك 1%. اسمع أنا بجيب لك رسام وبيك توصفه له وهو يرسمه. كل هذا 1%؟ خلاص أبعطيك 3%. وش قلت؟ تم، مشينا يا عيال. تعال، أنا قد شفتكم هنا بالحارة، وش عندك؟ مشينا. يا أخوان هذا سفاح يقتل بلا رحمة، هدفه شغل الشاغل اللي يقتل الناس في المتعة. 3 انفار قاتلهم ولسه قابل للزيادة، قلبه ميت. تخيلوا يا أخوان يقتل الناس للتسلية فور فن. وعامر هذا مصدق نفسه بيجري وراء يبغى يجيبه ولا دوبه؟ والله دوبه أنت، وش عندهم ذولا؟ عموري أنت بتحرجني مع أبناء العمومة، أعرفك عليهم. زكي كنبة، سمير دقر لي، محمد صف الدقيق. أم عاد ذا صف الدقيق؟ إيوه صفوا الزبدة. أنت للحين تعرف ترسم؟ سؤالك ده أحسه ملغوم، ليش تسأل؟ يا ابن حلال لا تشدها، أبيك تروح معي منفوحة، في واحد بيوصف لك السفاح وبيك ترسمه. توكل توكل على الله بس، بطلنا الأمور دي إحنا. شف إذا رحت معي ورسمته أبعطيك 1,000,000 ريال. أرسم وأرسم أبوه. أنت من أنت؟ أنت؟ أنا زكي كنبة. أقعد 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 الله يصلحك، أنا أكلم خويي. كي كم كنكا كي كم كنكا، بدون مشاكل يا أخي. أسمع يا عموري أنا موافق، بس بشرط بدل 1,000,000 تصير 2,000,000، لأني راح أضحي بنفسي وراح أستخدم موهبتي في الرسم. إيه سلامات، تبي تزرفني أنت؟ بتزرفني تستهبل أنت؟ شو لوحة فان جوخ وكم تنباع؟ أقول هد هد عيتو، ها لا تشدها، هذيك لوحات فان جوخ وهو مشكلة. أبعطيك يا عزوز 2,000,000، بس تدزها معي الحين.
حلو كثير. ثلاثة انفار شافوا السفاح، صحيح؟ صحيح، بس كل واحد شافه من جهة. تقدر ترسمه؟ أرسمه وأرسم أبوه كمان، بس أهم شيء أجلس معاهم هذول اللي شافوه وصفوا لي كويس. عرفته ذا؟ متأكد؟ إيه شيخ متأكد. اشبه واحد اسمه سعدون ساكن في الحارة. كذا أبشر بالخمسة بالمية. هذا بيته عيال. مع عائلة؟ لا الحالة. عز الطلب. هذا هو؟ إيه هذا هو. يا جماعة هذا شكله مجرم. نفس الصورة، كفو مرزوق. يعطيكم العافية، اللي سويتوه اليوم كان أداء جميل. بكرة أبيكم إن شاء الله تجوني من بدري، أبي المكان هذا يصير مزدحم، أبي الناس تحب المكان، أبي الناس تتخيل إن كل واحد بيقابل شخص المفضل، شخصية المفضلة، صدفة حلوة، لقاء عابر، اللي يكون. ومثل ما وعدتكم كل طلباتكم مجانية. هذا نظامكم. ومالك اللي يعبي المحل زباين ويخلي السرع لاين لاين. اي صح لاين، يخلي اللاين يوصل للخرج. وش رايك؟ شوف ما بي لا الخرج ولا شيء، وصله للمواقف وكثر الله خيرك. حلو، اجل يدك على 5000 ريال ولا تستخسرها، بتطلع دبلها في يومين. خلاص تم، اعتبرها بجيبك. وهذا انسان يعز علينا وفتح كافي وبلش فيه، نبغى نوقف معه وقفه انسانيه. ما شاء الله، ودام بلشان بالكافي ومفتحه، وشو اللي يعطينا قهوه وحلم مجانا؟ لانه يحب الخير ويقول يمكن اذا تصدق الناس تجي وتزيد مبيعاته. يتصدق علينا خير وشايفنا ان شاء الله. لا 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 الله يطول لي عمرك، فهمتي غلط ترى. انطم الله يصلح قلبك. لا لا انا اقصد ان احنا نتصدق عليه بالزباين، يمكن اذا احد شطف وشاف زحمه يدخل المحل، فهمتي؟ اها اوكي، وشلون نسوي هالزحمه؟ ها ترسلين لصديقاتك وقريباتك واي بنت تجي من طرفك حسابها على راعي الكافي ببلاش. انا من ناحيتي ماشي على نظام صحي ومقاطعه المنبهات والسكريات، يعني ما راح تستفيدون مني شيء. طيب تعالي كذا شكل نستفيد من وجهك. هذول كلهم انا جبتهم. كافو يا مي، اسمعي ابي استوزعينهم في كل مكان، ما ابي ولا كرسي فاضي. وانا بعد صديقاتي بالجامعه جايين، وين يقعدون؟ هذول يخليهم دفعه بكره، ما لهم مكان اليوم. اللي بنات ورا ما جبتوا مناهل ابو حمود. صح انت تبي ملاك ومناهل يجون هنا؟ هذول فتحوا بزنس خاص فيهم. ام عاد بزنس؟ وش بزنسه؟ فتحوا مطعم جعله ما يحدر. سلامات، ورا استدعين عليهم. لا مطعمهم اسمه كذا، جعله ما يحدر. جعله ما يحدر. غيروا تحالي. اوف 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 ابوك الزحمه والله مو بسهلين. اتحدوك نروح البطله. اقسم بالله جوهم رهيب، متحمس من زمان اجيهم. ما هم صاحين يا رجال، فقرة الطلب ازين من الاكل نفسه. تدري بموضح اللي سوتها زي امس. يا ضحكني ذي السمرة لا قامت تتنافخ. سلامات، وانت بكل لاي موجودة؟ ما عندي سهل. مو بشغلك، طالع قدام. وين؟ بمدرسة حنا. طالع قدام. حاضر يا أبله. كل ذا الشحوم وتبي تطلب بعد. سلامات شيول. لو سمحتي اثنين برجر سنجل. اثنين برجر سنجل. وش ذي الدلاخة؟ ها؟ ما رح يكفيك، خذ لك واحد زيادة دبل. تتبوسم وتضحك انت وياه؟ وراكم ناس، اخلصوا علينا يلا. وش تبي انت بعد؟ في فرايز. في فرايز.
غبي انت ما تشوف مكتوب قدامك في المنيو برايز ولا تبي بوكس على عينك خليك تشوف زي الناس. اقول ضف وجهك انت وياه روح استلموا الطلب من هناك جعله ما يحدر. اللي بعده اثنين همبرجر. انت بكبرك برجر وانت ناظر انت ايش تبي انت بعد؟ اربعة برجر الحين انت مبطلب صحين دول وراهم ينفخون على الزباين كذا. والله ولعبوها صح سارقين فكرة مطعم امريكي يزبدون للزباين كذا والناس ما تجي عشان الاكل يجون عشان يضحكون بس. يا ابوي العالم صارت مخفات واسهل شيء تطلع منها الدراهم لكن عندي فكرة مشروع البطلة. هلا بالجارات ما شاء الله مشروع جديد وحركات سووا ما نورتوا من سهل اقلطوا عند ياسر. هلا ومرحبا فيكم وش تطلبون؟ نبي سلطة كينوا وشوربة اليوم وسبرينغ رولز. وش مشروباتكم؟ باينابل جوس. اوكي دير بدر بد الحساب 500 ريال. يا هلا يا هلا هناك انت شكوش هناك. اي شرفتونا ونورتونا تو ما نور المكان. يا هلا ويا مرحبا مع السلامة. هذا كان مقلب ما في لا اكل ولا حاجة. ايش رايكم بهاللعبة؟ تا 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 كشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها يعني وتكون مودرن وتناسبنا حنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهدل وقرف زي أشكالكم آخر مرة. كنا تسب يا عيال. لا نتمشى ودها تشارك بس. تاكم تبون متان به ربيع وخضار به روت تخريم والعج وتاكم تبون متان به طعوس هذا بمرق الخرار بس تراه زحمة وبوه متان ما يدلونه الناس جهة الغطغط. يا ابويا خلص علينا ايش قاعد تقول انت خرخر وغطغط اهدى من كذا. نركب السيارة ونلفلف نشوف اي تراب نقعد فيه هذا هو البر. يا اخي ما نبي شيء بعيد نبي كذا اذا حركنا 7:30 نوصل 8. 7:30 الصبح الا عقب الفجر على طول مع شقة النوم. جعل بطن العدو يشك حنا قصدنا 8 الليل. اما عاد 8 الليل يا عيال سلامات يا اختي رايحه عرس انتي. وين عندك ذا التعب والتجهيز تبون نكشت في الليل حلات البر في الصبح. اقول فاضي انت اقوم الصباح الله خير. لا والله حلات الويكند نوم. فاضيين ذولي. والله لحظه انتوا ايش قاعدين تسوون؟ اجتماع تحديد مكان الكشتة. لا خلاص انا حجزت مكان كشته مره حلو كشتوا فيه بنات خالتي السنه اللي فاتت. المهم ابرسل لكم اللوكيشن وعلى كل حال قريب يعني بعد 10 دقائق من هنا بس. يا ابوي كشتين بالدايري ذولي. يلا بنات 3-2-1 تشيز. حنا وين؟ في الكشته والجو يفوز. سلامات يا ابوي جالسين في نص الشارع كاشتين ولا متعطلين؟ مالك دخل هذا مكاننا اذا مو عاجبك لا تقعد. بعدين وش ذا اللمبات عرس عايده سويت نكت انت طاقيتك اللي كانها غطا شطه. بعدين ما لومك ما تعودت على الترتيب والاجواء. اقول يا ابو حمود ما ودك تكمل نبلات رايحيك. كون عنب بس بكوني. اجلس اجلس يا ولد الهاص. يلا بنات صوره لا مو حلوه اصبروا. نفس جو الاستراحة ما في أي فرق بس هناك بيننا وبينهم جدر هنا سيارة. ليش ما نجي هنا كل يوم ببلاش بدل ما ندفع لأبو عبيد إيجار الاستراحة؟ أقول سمعنا شيء يا صالح وفكونا من الاقتراحات النايمة. ها ودي بشاهي خفيف
ومخدر بذتنكه واللي تصبح عجوز تمشي وتدق رقبا تمشي وتدق رقبا. يا الله وش الأغنية القديمة ذي؟ من وين جبتها؟ هذه من مسرحية المهابيل. أوه ذكرتها اللي فيها خالد سامي الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. تبين قهوة؟ لا مستحيل. ليش وشو؟ سهرات حرارية بعد؟ لا بس ما أحب أشرب كافيين بالليل أخاف يسهرني. يا الله يا ليتني جايبة هوت شوكلت. شاكوش يصك راس العدو، يوم إنك ما تبين قهوة ليش خليتيني أصب؟ طيب وراك قلبتي علي عادي خلاص اشربيها ولا أعطيها واحدة من البنات تشربها، أنا بطلب هوت شوكلت من كيان. ملاك؟ نسيت التوصيلة، وشلون بنشغل الشواية الكهربائية الحين؟ هذا أنت قلتيها كهربائية يعني التوصيلة تجي قبل الشواية، شلون نسيتيها شلون؟ خلاص عادي الحين بطلب توصيلة. لا 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 خلاص ما لا داعي، اليوم بنشوي على الفحم. أوه نسيت الولاعة. يا ربي هذه اللي بتجنني. سلامات يا مي زهايمر، معليش وشو جاية معنا دامك ناسي كل اللي موصينك عليه؟ يا بنت الحلال خلاص روقي طالعين ننبسط، الحين بطلب ولاعة. بس هذا اللي فالحة فيه، بطلب وبطلب رايحين البقالة ومقضين 16,000 عربية عشان نجي هنا ونطلب؟ من مالت عليكم وعلى اللي يطلع معكم؟ ها ها. خير انت وياه؟ عندك فاهم يا لبا؟ اقول اذلف لا اصكك من التلمس الحين. فديت المعصبين انا. تبون لفة؟ اكا اكا في الدكة. عمد اخوانا معهم العجل تعال هنا. شكرا. اسبوعين تجهيزات واخرات اغراضكم كلها طلبيات. طلعتكم ذي تشبه كل شيء اللي نكشته. اوكي يا الرحاله يا طير البار، ذبيت خلصت الحين وش تبي انت وياه؟ لا 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 ما نبي شيء، بس لو تفكونا على طولتكم دي 10 دقائق نتفاهم معها، وانتم روحوا على فرشتنا اطفحوا البيتزا ذي. اي والله هذا الاقتراح الزين، لانكم واضح انكم ما استغليتوها صح يا نيروبي. ذبيت خلصت ايه.